السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة جدا، وهي في صينية واحدة، هي مكرونة بكرات اللحم، وهي أكلة للمستعجلين. مكوناتها بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت. وقبل ما نتكلم عن مقاديرها وطريقة تحضيرها، ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو علشان نوصل الفيديو لعشر تلاف لايك. في البداية معانا حوالي نص كيلو من المكرونة الاسباجيتي، بنحطها في صينية، منكنش دهنين الصينية اي حاجة، وهنبتدي نرص عليها حلقات من البصل بحيث ان احنا نغطي كل المكرونة الموجودة في الصينية بالشكل ده. بعد كده هنحط عليها كرات اللحم او كرات الكفتة. طبعا احنا عملنا مع بعض الكفتة دي في فيديو تفريز الكفتة، هسيب لكم اللينك بتاعه اسفل صندوق الوصف. هنبتدي نرص فوق حلقات البصل بالشكل ده بحيث برضو ان يكون متوزع ومغطي كل الصينية بالشكل ده. بعد كده هنضيف عليه عصير الطماطم، وهنضيف على عصير الطماطم حوالي معلقتين كبار من الصلصة عشان تديها لون احمر قوي. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لعشر تلاف لايك. 3 معالق كبار من الزيت النباتي، ومجموعة صغيرة من التوابل، معلقة صغيرة من الملح، فلفل اسود، زعتر، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، بتدي نكهة جميلة جدا. والثوم المفروم برضو عملناه مع بعض قبل كده في فيديو تفريز الثوم، هسيب لكم اللينك بتاعه اسفل صندوق الوصف. هبتدي اقلب كل المكونات دي مع بعضها عشان تتجانس كويس جدا، وبعد كده هحط عليها حوالي نص كوباية من المية عشان يكون المقدار بتاع عصير الطماطم مظبوط، بحيث احنا لما نضيفه ان هو يغطي كل المكرونة علشان تستوي فيه، وبنفس الوقت العيار هيكون مظبوط جدا علشان ما تعجنش بالشكل ده. كده غطينا كل كمية المكرونة علشان تستوي فيه. طبعا هي اكلة بسيطة جدا وسريعة، ما بتاخدش اي وقت خالص. بعد كده هنا هبتدي ان انا اغطي الصينية بالفويل، اغطيها من كل الجهات عشان ادخلها الفرن، وبيكون فرن مسبق التسخين، درجة حرارة 180 حوالي 25 دقيقة، وبتابعها لو هي عايزة اكتر في التسوية ممكن ازود كمان 5 دقايق. هنا انا طلعتها من الفرن عشان اضيف عليها الجبنة، طبعا ممكن نضيف جبنة شيدر او موتزاريلا او اي نوع جبنة متوفر علشان بس ان هي تسيح على الوش، بتدي شكل وطعم جميل جدا. بغطي كل الصينية بالجبنة الشيدر المبشورة بالشكل ده، وبعد كده هدخلها الشواية لحد ما الجبنة تسيح وتاخد الشكل ده. هنا هي طلعت معانا من الشواية، ده شكلها، وبقى معانا طبق لذيذ جدا وسهل قوي، ما بياخدش اي وقت خالص. اتمنى ان انتوا تجربوه، ما تنسوش لايك وشير الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.